خليني أقول لك من خلال القراءة. طبعا في السابق كانت نقول مجانية، والآن صارت عن طريق مكاني. أي. أنا بالنسبة لي أشوفها أنها في البداية تم عرض القيمة هذه، زي ما قال الأستاذ عدنان ممكن أحد دخل في السوق السوداء رفع الأسعار هذه. على فكرة ترى الإعلان المجاني هذه هذا لحرق برضه التذاكر اللي مع أصحاب السوق السوداء. يعني في النهاية راح زي ما يقولون راح تبات عندهم اللي هي التذاكر هذه الموجودة عندهم اللي كانوا بيدخلونها للشارع الرياضي أساس يستفيد يعني يرفعون فيها السوق. فزي اللي صارت يعني بيقولوا اشربوا ميتها هذه في كفكرة أنك أنت الآن جتك حالة. الآن بعد كذا صار في تنظيمات أكثر لضبط هذا. أنا أقول ممكن ما يكون ضبط 100%، ولكن التنظيمات الجديدة بتصير أكثر دقة من السابق بصراحة. يعني أنك الدخول المجاني ممكن تصير مطلب فئوي، يعني أنا مثلا على مستوى الشخص بصير مستفيد منه، ولكن على مستوى المصلحة العامة ما راح يكون فيها استفادة. أنا أشوفها أنك أنت إذا جيت تنظم مباراة يدخل فيها المنظمين داخل المباراة، يدخل فيها الجهات الأمنية، يدخلون فيها أصحاب التسويق، كل الأشياء هذه تدخل فيها. ولذلك أنك تعيد المراجعة. ممكن يجي مثلا شخص أنك إذا دخلت عن طريق مكان تكون أمنيا أساسا أفضل. صحيح. ممكن الآن في بالكثافة هذه الموجودة بقيمة الشخصية اللي موجودة أصلا حتى بدخول عائلات يصير فيها برضو تنظيم أكثر للحماية. الآن يعني في البداية خلنا نقول أشياء احترازية، أنك لما تربط التذاكر برقم الهوية بالدخول هذا أساسا بتصير الفائدة يعني بصراحة يعني لا للعائلة ولا للشخص اللي داخل. بعكس أنه لما تكون مجانية بتكون فيها خلينا نقول رباك، سواء لا للجهات الأمنية ولا للمنظمين ولا للي شروها بطريقة نظامية في السابق. صحيح. عرفت؟ فلذلك بالعكس التنظيمات هذه راح تكون أنا أتوقع أنها يعني أجدى، وأنا أتفهم برضو الجماهير حتى اللي زعل على على المستوى الشخصي أن في مصلحة عامة بالتأكيد أنها أعلى من مصلحتك الشخصية اللي مهب يعني ضارتك 20 ريال أو 30 ريال بتقدم عليك في سبيل المصلحة العامة لو صار مشاكل سواء تنظيمية أو أمنية. وأنت عارف دخول عائلات ممكن يدخلون الناس يعني أنت ما تعرف وش أهدافهم في بعض المرات، ولما تبغى تدخل مجاني برضه يفترض أنك مستعد لهم من بدري، حتى الجهات الأمنية تستعد من بدري. لذلك نتوقع أو خلينا نقول التنظيم هذا بالطريقة هذه نعم هو الأقرب للصحة. طيب عبد العزيز هادلك شو رأيك أبو ريان؟